مرحبا بكم في إشاري سي بي. اليوم غادي نقدم لكم بانكيك بالفاني. نحتاج في مقادير 120 غرام ديال الطحين، عندي هنا كاس ديال العنبه ديال الحليب، بيضه، 4 المعالق صغار ديال السكر سنيده، جوج ديال الخمارات، وحصاشي ديال الفاني. اول حاجه كناخذوا البيض، كنديروا عليه السكر والفاني، كنخلطوهم بجوج باش ندمج لينا البيض مع السكر. دابا غادي نزيد الحليب، غناخدو الطحين غنديرو عليه الخمارات وغنخلطوهم بجوج. دابا غادي نزيدو الطحين والخمارات على الخليط ديال البيض والحليب وغنخلطوهم مع بعضياتهم. كنديروا المقله حتى كتسخن مزيان، من بعد كندير واحد نص مغرفه ديال العجين ديال البانكيك بحال هكا وكنبسطوه، كنحاول نعطيه شكل دائري بحال هكا، وحنا دايرينه بالعافيه مهيله. دابا كنقلبوها، كما كتشوفوا الوجه ديالها بدا كينشف، كنحيدوها غير بشويه وكنقلبوها. كنحسبوا لها غير واحد دقيقه حتى لجوج، بدل ما كيتحمر لتحت صافي كنحيدو. لي بانكيك بالفاني ها هما وجدوا، كنقدموهم هما سخونين. انا رافقتهم بالغاناش، ممكن ديروا لهم العسل ولا ديروا لهم سيرو. وبهكا كتكون الحلقه ديال اليوم سالات. الى عجبكم الفيديو ديروا جيم، وابجو ديما توصلوا بجديد ديال تابوناو فلاشين، شاركوا في حلقات اخرى مع وصفات جديده. الى اللقاء.